مفلح مفلح الجمهور ينتظرك يا حبيبي. الله يسعدك. الله يوفقك. خلاص الله يسعدك. خلاص خلص وقتك. هلا 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 بثنائيتي. هلا بالتيم. هلا اعلى تصميم. اوه المطبخ. انا عندي صراحه شوف 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 والله عدنا لكم العود. احمد تفضل استاذ عبد الله. لا صلوا على النبي يا شباب. بما انك قبلي في الاعلام واطيب كذا حرجتني خلاص ما اقدر اقول شيء حتى لو فيني عتب. ما المولود الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك. سميته خالد. ها الله 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 يجعله من حفظتك. الله ان شاء الله باذن الله عقبال زياد باذن الله. باذن الله يا رب. الموضوع ما يضحك. لا والله لا لا بس هو يتذكر حاجه يا مشاري. لان اذا شفتكم اضحك والله ينبسط. ممكن يجون اشخاص بعد شيء ما اضحك كذا. مثل الرادار قصدك؟ مثل الرادار لف ودار. لف ودار اسمه. نعم وليس رادار. طيب مفلح دامك جنبي وانا سعيد صراحه بتواجدك. كيف تجربتك في المطبخ السنه هذه او في برنامج كاريزما خاصه؟ ممتازه جدا تجربه. وانا طبعا بوجودك استاذ لا تلتفت. جاوب مالك دخل غير قلت عليه ولا لا. طيب. فتجربه والله حلوه طيبه الصراحه للامانه. ولكن يعني في بعض الاخطاء الصراحه من الاداره. لا بدا يسقط من الاداره والله ما ادري. عبد الله الله بالعكس انا ما شفت منهم الا كل خير. اي واحد وسند والله اني مثلك اني ما شفت منهم الا كل خير. اما نستلم سوا ولا شوف انا داعي عشان الراتب الاخير. اي باذن الله. اي بابا وين سعد اليوم؟ لا لا اي خلاص سعد وينه؟ ما ادري والله. احلف فول اليوم تكيت عند الفرشة. ابو سعد ليش تطلع فرش؟ هو سعد هو الرجال راح يصلح بيض جبن في المطبخ وبيجي هنا ناكله هنا ان شاء الله. جميل. غير اللي معه؟ يلا حي الربع. فكانت كان القوانين حقت الفقره يا والله يا مفلح ما هي مرضيه صراحه. ثلاث شهور انتم علاوه تسولفون عن المطبخ. خلاص يا اخي سوي سكيب. لا بس انا ترى توني قابلته. لا لا ما قد قابلته. بالله سؤال احتاج السؤال دائما. اي والله انت شو وضعك؟ تدي على الكرسي. لا انت غلطان في البرنامج. ايش انت كرسي والشباب في السجن كلهم كذا داخلين السجن. هذه فقره اسمها لعبة لقى كذا. لا ما عليه بيرجع اليوتيوب يشوف. لا تشيلها. والله رياكشن حلو. ها هو يقصد كيف اقنعهم يدخلون كلهم دفعه واحده صح؟ اي كيف كذا يا ابو من اعطاك الفكره؟ والله اشكرك على الفكره. هذه الهيبه تدخل المتسابقين كلهم السجن. لكن في واحد يتعب وهو يصحي المتسابقين للمطبخ ما حد يجاوب معه. والله انك صادق. هذه صراحه يجيك الواحد فرق مقامات يعني فرق. لا لا مهم مقامات المقامات ان شاء الله سوا ولا ان شاء الله اطلع اطيب منه في الاعلام. والله انك يا ابو نايف بس طلعت رجل مثقف قبل شيء قلت اسميته خالد. والله ما شاء الله عليك والله. فانت قامه اعلاميه وبيض الله وجهك. عز الله انك ما قصرت. لا ترد على هذا ما يدق له في البرامج قسم بالله لانه يتابع. حطه بجيبك الجوال لب قلبك. الله يحرمنا منك ابو سعد. امين يا طويل العمر. ولا منك. الله يحييك ابو سعد. الله يبقيك. كيف حالك عساك طيب؟ والله الساعه مباركه. متى العب ختامي؟ بعد بكره. بكره ان شاء الله. بكره اي تو صح مفلح كان نايم شباب. بكره عساك بالله. اي والله بكره. انت تحسب لنا امس. لا احنا لا تتويج تتويج الفايز عندنا في برنامج كاريزما ومليون ومليون ريال. والله ينطالب سيارتين اسعاف وليست واحده. والله العظيم سيارتين. لمين؟ لمين؟ لمتسابقين واجد انجلطوا هنا. هنا جاء هنا تدري جاء طعن. تدري في حالات اغماء بتصير؟ اي هنا. لا لا ما جاء طعن. طعن في يعني الكلام. كلام اي في الكلام. شفت فالشباب هنا قسم بالله. انا بيني وبينك سيارتي بدخلها ورا المسرح في حال في شخص. لا لا تحرق الفكره انك تعلم من السياره. لا تحرق الفكره. شخص واعد اذا قالوا لي انه ما هو الفايز مع عصا عجره. يعني تخيل انك انت وعبد الله تنافسون على الاول. ايه؟ حلو. مثلا 15 واحد تنافس على الاول لكن في شخص واحد من ال 15 لو قالوا لي ان فلان الفايز ولا طلع ذا بركب السياره اعلن وامشي. اقول ارتح جاجك المايك برجع بكره واطالب بعد ان يفتحوا لك باب. هو الخوف من هذا. يفتحوا لك باب من نفس المسرح تطلع منه لا تدخل منه انت. ايه ايه اطلع على طول هج وراك لان ذا والسيارات الاسعاف يقربونها من عند المسرح. ابو عبد الله والله بيجي بكره اغماء. في شخصيات متسابقين تتكرر في كل برنامج مع اختلاف الاسماء. نعم يا اخي شخصيات جميله لها تواجدها. اذكر ما شاء الله تبارك الله على الحيويه اللي في سلطان البريك. اتذكر عبد الله الرقيب اللي كان في السوق ما شاء الله تبارك الله. بشخصيات الحيه اللي حقي والله مستحيل يروح وانا اتنافس عليه ومستحيل انه يطلع من عندي. ابو سعد اذكر كيف كان المطبخ. والله والله كم مره ضربت. انا اتمنى لا لا اتمنى يجتمعون سلطان بريك وعبد الله القيب. صراحه دوتو حلو صراحه. وانت معاهم انت تقدم.
ما يحتاج مقدم. هم بيقدمون انفسهم، هم بيفوزون عمارهم، احنا فايزين غصب. ابو سعد سؤال اخير يا شباب بس لابو، لانه نستغل الفرصه الجميله. اي تفضل. دنادي ايش وضعها؟ ابشر بس يلا. لا والله تفضل الله يعزك. ابو سعد مفلح كم مره؟ السكر نزل عندي والله. ناخذ القهوه برا. بوكس القهوه كان هنا. وينه؟ وش عاد رجع؟ بيجي بالله دق عليه. خلينا ندق عليه. بوكس القهوه هذول قبل شوي صاحي المجموعه الثانيه. لا لا هنا هنا على الفرشه. وين سعد؟ بالله كلمه ادق عليه يا سعد. لا دقي خلني ادق عليه. سعد القحطاني. سعد لا يكون زعل ولا شيء عشان ما ناخذ بخاطر. يلا حي الشباب. لا لا ما هو زعل. تراه كبرنا، تراه كبرنا. لا كبرنا وعقلنا. ولا زعل ولا شيء. حط سبيكر بالله. اي والله ابو البراء الجوال على سبيكر. انت على الهواء مباشره، بتجينا ولا؟ ندق على من يوم. لا هذا صوت مره. لا 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 والله انه صوت حرمه. لا لا مقفل. لا تنكبني والله. قسم بالله صوت مره. مسجل تمويه. ساعه القحطاني تمويه. لا لا ايه راح الصفحات. لا نظامك اطلع فاصل. والله انه صوت مره. حط سبيكر. هو دقيقه. حط سبيكر. هو سبيكر انا بس. والله انه صوت مره اللي قبل شوي. حلفت لكم بالله انا ما اكذب. اي بس انا هذا اللي مقفل. هو حط نغمة. مضامك. اي والله حط نغمة. يا ابو سعد الله يسعدك. خلنا نطلعها. الله يسعدك. ربه ما يرد. ما يرد مشغول، عنده اجتماع في الفرشة. لا يصلح البيض والله. قرب قرب هنا عشان بقص المقطع برسل على الرجال. الله يقلب لي شقوق. الله يتورد يا مبلع. ها قلت توترت بسم الله عليك. لا لا والله ازين ترى. شوف هذا يسلمك على طول. عارف هذا يصطاد في الدمار العكر. نعم حلو ممتاز. ولا ابو خالد والله اقامه عالميه. ما توقعت انك بتسلم كذا. والله صياد عادتني متعشى بالصياديه والله. اي والله مبلع. طيب بس اعزمك عليه ان شاء الله. مبلع دارت الايام وصار مفلح المشعلي مدير القناه. نعم. من تحط بالبرايم؟ مقدم. شوف زياد بعلمك حاجه، شهاده حق والله الذي نفسي بيده انه مو بعشان يسمع. بيتعب اللي بيجي بعده. ممتاز. ولا قصر بالبقيه. والله بيتعب. ولا قصر بالبقيه. سو لايك. ها تفضل. طيب المطبخ ما يحتاج. واحد ولا اثنين؟ لا اثنين. ما يحتاج، العين ما تعلى الحال. حلو. عبد الله جميري من المقدم الثاني؟ مفلح. مفلح. انا مدير صح. انت مدير القناه كيف تقدم مطبخ؟ يرشح ابو خالد. ابو خالد يرشح. لا انت ترشح مقدم. من تبي انت؟ اول سؤال عبد الله رقيب. نعم ونعم. يستاهل. سميه ونعم. اي والله سعد القحطاني. لا سعد بنحطها خبايا عشان ما يدخل عنايه. اذا ما دخل خبايا ما بيدخل عنايه. والله لازم زياده راتب وفقره لانها هو المقدم. والله بيدخل عنايه ابو كاتم. ابو عبد الله شوف فقره لسعد. احنا معنا على الهواء. عيش. اي ابو كاتم. ابو كاتم بضيفه بدال تركي. تركي الدوسري يوم تحط. انا مدير صح؟ مدير طبعا. قرار بضيفه بدال تركي. يعني انت تفصل تركي الدوسري؟ لا بريحه شوي. يعني عفاه فتره كذا موقف. لا يجي ويروح ما في مشكله. كيف يجي ويروح؟ ليبي هو بس. اي بس بيكون السلطه عند ابو كاتم. ليش؟ لان خضنا تجربه معه سابقه ولن تتكرر صراحه. ابو سلطان والله ما قصر، بيض الله وجهه له صراحه. ليش ما تحبه؟ لا ما لا لا بالعكس احبه واغليه وعز. تقول لو انا مدير القناه. ترى دخل الكلام هنا فني. ما دخل ابو نايف. لا تسلمنا بأسلمك انا. شوف الامر مو شخصي. ما له دخل التسليم. لا لا هو يقول ما تحب. لا اقصد مع ابو سلطان الامر مو شخصي. اي هو يقول ما تحب ولكن نظره فنيه جايه في ظلام. ترضى تقول اخوي اصغر مني احطه في القناه؟ مستحيل احط اخوي. لانه ما هو على ما قال في. يعني وجود مناحي في كاريزما كان خطا. وش مناحي؟ اخو ابو سلطان. اخو ابو سلطان. مناحي الرجباني. عندك صوره؟ لا وري الصوره لان ارسلها لي. لا 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 بالعكس مناحي والله نجم. بس انه وجود سلطه عليه واخ تشوفنا. لا لا حلوه هذه. تبون نطرق الموضوع ذا؟ اللي ودك طال عمرك. اليوم اخر يوم انزل بكل اوراق. لا والله والله انا معك باقي برنامج. طيب مبلع بما يخص المتسابقين. اي بما يخص المتسابقين. طيب في شخصيه لازم تركز وين توظفه. من هي؟ ناصر الغامدي. لا ناصر وانا مدير. وانت مدير طبعا. والله بخليها اليد اليمنى لي.
كيف نعم عشان نجيب البرنامج الجاي يعني سكرتيرك ها سكرتيرك لا مو بسكرتير نائب المدير كيف اتكلم على الشاشه وش بتحطه خلفنا المنصب الاداري الشاشه اي وش بتحطه بساتين شو اسمه مستاذ فصفص بس بدون ملح والله كل عمي سقى وزعل والله عرفت فقرة الرادار لف ودار لف ودار أبى أجيب طبعا فيه نقطة وبرجع لف الرادار تركي الدوسري قامة إعلامية ولا يختلف عليها اثنين يا أخي لا تعرج يا أخي إذا قلت القرار ثبت أمانة بس أنا أقول بالنسبة لي أنا يعني كيف أجيب أبو كاتم وتركي صح ما يصير هم كلهم نفس المجال عرفت أنا بجيب مثلا أبو كاتم ممتاز. وجهة نظر أو تركي إذا على حسب اللي فاضي منهم اللي فاضي منهم تقدر تمر مرة في الاستراحة فش اسمه في حلو حلو يا رب قلبك يا فخاد كيف الولد إذا صحته جيدة الحمد لله جاوب على لف ودار إذا انقلوا انقلوا قبل لف ودار انقلوا عن مفلح المشعلي يقول قريبا إن شاء الله هصير مدير القناة ومباشرة أول قرار أسويه إني أفصل صاحب القرار تركي الدوسري. لا ما أقول. طيب بعد أنقله. لا أنت قلته. بعد أنقله ناصر الحربي وإيش وين تحطه؟ بعد أنقله اللي قال. ناصر بخليه فقرة الجمهور نفس كذا بس بدون سجن بدون يحط الشباب وراه كذا. لأنها منظر كذا. إنساني. غير حضاري. لا مو بغير حضاري. كذا الأشكال ما 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 حرام صراحة. ترى فنياً يتكلم مثل. فنياً. فنياً. يتكلم فنياً. انا لو كنت انا لو كنت مدير القناه فني انا لو كنت لو كنت مدير القناه انا صراحه فنيا احنا نتكلم فنيا ها ولا حد يزعل فنيا انا ما اشوف انك مقدم بشخصنا ممكن ممكن اخلي ممكن اخليك اخليك في بياره شاي بيض الله وجهك بيض الله وجهك من باب يا اخي من باب المضيع نطلع له سهله البر ارحب يلا نطلع برا والله شوف علمك في هواء انا قايل لك بس لا طيب البوكس سعد تغير تغير لوكيشن كل الاخبار البوكس لا مو ما في غبره بس انه هواء لا لا حابين نغير الجلسه لعيونك والله من عصر ثلاثة عادي 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 نغير 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 تعال جربوا نغير تعال جربوا خفتي من صوت الهواء ايه لا انا خاف غير 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 الحياه حلوه تعال انا راسي بيصدع والله طيب تعال شوف اذا مو مناسب تعال شوي تعال تعال ابو لا اللي تبونه شوف ها والله هواء كيف ايش ها تعال بعطيك يحب الشباب باقي الرادار ما لا لا ما اذا في هواء لا ادخلوا لا هواء قوي هواء قوي والله هواء قوي انا ما يرتاح الصوت يا اخي شغلتنا بالدونات دربها من ضهر تراك قلت لك واحد سيد ولا عادتنا منها كان كانك ممرضه ادخل ادخل محمد ابو زياد محمد اخوي دار ابجيك تعال ابجيك وبسمع منك رجالت ما انت الصوت بيحط سبيكر إذا قلنا لو مفلح مدير قناة مرينا على الفقرات كلها قال سعد وش حطني مستحيل سعد خبر مستحيل أستاذها خبايا نجمها ولد عمي حطني شريك في القناة خلي القنوات لا هذه ما قدرنا عليها هو يقول أنا بالراتب ما بعد جيت بال لا طيب وش الرعاة اللي بتجيبهم خلي الرعاة الحين احنا نتناقش لا بي أنا بيجيب رعاة فوال وتميس أعرفهم لا لا حق المساج و أسلم طيب أيوة الرادار العسل النجومة صب القهوة إي صب 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 القهوة العسل نجومة اي والله لينك يا مفلح الرادار بحط طال عمرك هاني العنزي بحط هات ما بين هاني العنزي حاتم الشهري تركي الموسى علي الغامدي سلام سالم حزام كفاية لا تسافروا الرحلة كذا واجد خلاص كفاية طيب ويعدد الاشخاص انت ما تبغى اختار ثلاثة انا ما ابغى احد كيف هو لا انت تقول اختار من تختار طيب انت مش حطيت عبد الله القناة مدير القناة بختار هاني وحاتم وعلي انا بالنسبه لا لي وسالم حزام بالنسبه لي انا اشوف ما في افضل من سعود وفهد وعلي ممكن تضيف حاتم تضيف عليهم حاتم واذا حصل هنزي انا اشوف صراحه ابدع البرنامج ذا الرادار
لف ودار تعال حرفين حرفين ابدع الرادار يا ناصر مسوي جالس الكورنيش تعال مو اذا الشباب انتقدوك يعني تزعل منهم طيب وش حط وش حطك زين ابراهيم وحط عبد الله مطبخ مطبخ ها لا عبد الله مطبخ بطل وانت ما في شو بتصير هو مدير انا مدير ما تشارك بفقره يعني اجي ونستلم الراتب الله يسلمك موقف السكر انا شو كنت والله يا مبلغ سعد سبحان الله أثق فيك الروح الحلوة الله يجعلني أثق الله يعزك بسم بالله روحك حلوة الله يجعلني فداك والله إنك رجال ما قد شفت فيك سبحان الله الضيقة ولا الحزن الله الله, الله لا يعطيك إياها ونعطيك إياها تتعامل معها بالشكل الطيب من عرفتك والله يا أبو سعد من 2016 وإنك الرجال اللي تكلمه تضحك يقفل ما تضحك نعم يا ولد عمي في ذنب والله يجعلني فداك ما عليك زود والله يا أبو سعد ولا جل من بعدك استاذ المدحوني من عرفتك كنت ذا المشط حق الشنب مخبر لا غيرت اللون ترى يتحول ها غيرت اللون والله وش كان لونه أخضر كان لونه أخضر نعم لكن من جماليات الصدق الإعلامية معك وين الشباب البلد معك عرفت جاي بس ما مغرسين شفت من باب الغراس أبو سعد ترى كنت كم مرة يعني وجودنا ما هو مكفي لا بالعكس ابو سعد انا اقول جماليات ترى احنا نكفي يا اخوان هاي شوف انا كيف تكلم مين نكفي كلم ناصر يعني ما احتاج احد يجي ولا شيء احنا نكفي تفضل يا ولد هرولت ابنا ركز خلينا نسولف شوي تفضل يا انت لك يومين ما تكلمت بيتكم خلينا نسولف معك ابو سعد اقول من جماليات الاعلام اللي جمعتني بك انك احد الاشخاص اللي فاز معي اول متسابق فاز معي في فقره ميزادك خذ المقطع يوم فزت يا لا تتكلم احد يا اخي اتكلم معك خلاص يا اخوي والله ما عندك والله عندك رفخه قطع عليك مكيف وش مكيف والله طاح على قلابي تريله ابو سعد لابد تفهم حاجه ابو سعد ابو سعد لابد تفهم حاجه يا اخي جوب لنبيه لعبت فينا والله حبك كيف دكتور جوب لنبيه الحاله حلك شعرك وتروح جوب لنبيه لا ما فينا ابو سعد صدق الجوب لنبيه اي والله اجل سمعت والله مويه مويه اي والله لكن ان شاء الله امور طيبه اسعد صل على الرسول صل على الرسول جميعا الله عليه الصلاه والسلام اجمل برنامج شاركت فيه يا مفلح جد رصيدك 9 6 6 6 6 6 كم انا طالب برنامج انا برنامج متسابق ها مو كمتسابق كمقدم كمقدم بدون ما ندخل في التفاصيل برنامج شاركت فيه كان جميل جدا جدا تجربه حلوه السوق واكثر شيء لا لا يا اخي اكثر شيء اشتقت والله يا الشباب من الشباب هزار لن تاخذ منه علم ابو سعد هو يبغى يقول اسم مين مفلح مفلح يا خمدع كريز يا خمدع كريز خليه يزل راتب اسمع يا خل الواحد ياخذ راحته يا اخي من افضل اسم شهداء الله فرض من افضل اسم شهداء ورشيف من افضل اسم ورشيف اسال الله ان يتقبله من افضل اسم يا ابو سعد الله يغفر له ويرحمه ها لا والله من افضل اسم السوق يعطوا مويه ترى اطلع اطلع